أهلا بكم متابعي شبكة رؤية في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه أحمد محمود والمحمد الملقب جمال، وهو أحد المهتمين بالذاكرة، وموضوع الذاكرة بالغ الأهمية خصوصا فيما يتعلق بالعاصمة نواكشوط. جمال أيضا مهتم بتاريخ موريتانيا ومهتم بجمع الوثائق وأشياء أخرى. جمال، نتحدث عن مفتش ضرائب مشتغل أساسا بموضوع المالية، لكنكم إلى جانب ذلك كنت مهتمين بموضوع أقرب إلى التاريخ وهو ذاكرة العاصمة نواكشوط، خصوصا ذاكرة موريتانيا بشكل عام ولكن ذاكرة نواكشوط بشكل خاص. كيف بدأ معكم الموضوع؟ في الحقيقة التاريخ هو الذاكرة هو جمع المسائل البسيطة المتعلقة بالتاريخ بالتراث بصفة عامة، ولدت معها مثلا منذ الصغر وأنا أهتم بهذه الأشياء، أجمعها وخاصة الصور والأشياء المتعلقة بجغرافية البلد وتاريخه. إذا ما لا علاقة لها بالتخصص، إلى أن في التخصص أيضا مثلا قضية يعني أصلا مفتش ضرائب، لكن خدمت أيضا في إدارة العقارات وكانت عندي تكوين ايضا، وايضا في مجال الدبلوماسيه في سفارات من بعد الخارج. من بعد بصفه عامه تجربتي في الاداره افادتني كثيرا في التنظيم والارشفه، كان لها ايضا دور كبير في تكويني حول ما أقوم به. يبدو أن جيلكم بالتحديد ربما أكثر اهتمام بالذاكرة أكثر من الجيل الحالي وأيضا الجيل السابق. ربما الجيل السابق بسبب أن لديه ثقافة البدو والرحل، والجيل الحالي ربما بسبب السرعة وعالم السرعة والتكنولوجيا والوسائل الحديثة، لكن جيلكم بالتحديد له علاقة مميزة مع الذاكرة. ربما، لكن الجيل اللي قبلي كان أحسن، كانت له علاقة أكثر بالذاكرة مني، وأنا لست اليوم المؤهل الكبير في الحديث عن الذاكرة بصفة عامة وخاصة ذاكرة نواكشوط. هناك من هو تشير إلى من مثلا أدرى مني، مثلا من البنات مثلا محمد أحمد الودادي، محمد دول محمد محمود، المرحوم سعيد الهمدري، محمد سعيد رحمة الله عليه، محمد دول محمد محمود، نقول لك فيه كثر، فيه مجموعة لا بأس بها من الناس اللي واكبوا الاستقلال، مثلا واكبوا بناء الدولة ويقدروا يتحدثوا اليوم عن الذاكرة أكثر من أنا. الذاكرة لا هواية بالنسبة لي، واهتميت بها خاصة بالنسبة لنواكشوط، كان اهتمامي بالنسبة لنواكشوط في السنوات الأخيرة. وكانت لماذا نواكشوط بالتحديد؟ يعني كانت بالصدفة، كانت صدفة، كنت أهتم على كل حال بالجمع، أهتم بنواكشوط لأنني منذ السبعينيات وأنا هنا، درست هنا في الإعدادية وفي الثانوية وفي المدرسة الوطنية للإدارة، وحكما واحد من نواكشوط ومن الإقصر القديم والعاصمة، إذن واكبت شيئا ما نواكشوط منذ السبعينيات تطور، وخادمت ايضا في ولايه نواكشوط، وتعرفت على اشياء كثيره تخص المدينه، ساكنتها وتحضرها الى غيره. كنت ذات مره في قهوه لا بالميري، وخرجت وكانت فيه لوحة عليها شارع أحمد محمد، وإذا باللوحة استبدلت بين عشية وضحاها، بين عشية وضحاها، واللوحة أعرفها منذ حكما أكثر من 40 سنة، أعرفها هنا وأعرف تقريبا جميع الشوارع، عندي خبرة في جميع شوارع نواكشوط القديمة، في ذاكرتي جميع الشوارع اللي كانت عندها تسميات عندي في الذاكرة. وهذه مجموعة من اللوحات القديمة للشوارع. المهم اني فكرت، قلت لماذا هذا الشارع استبدل؟ شنو المشكل؟ هذا الشخص اللي ندار في بلبع على كل حال يستحق التمجيد. يستحق التمجيد ويستحق انه يحمل اسم الشارع، ويستحق على انه تعود كاع عنده ساحة
وعنده معلمة كبيرة، لكن ما هو على حساب الذاكرة، وهو من نفسه حتى في حياته لو كان موجود لن يقبلها. وكتبت ذلك اليوم مقال هل يجوز استبدال تسمية شارع أحمد محمد. الغريب في الأمر أن في الليل الساعة 0 تقريبا والساعة 11 جميع اللوحات اللي حطت المجموعة الحضرية انتزعوا من المكان، ولا قال لي شيء. أنا شخصيا ما قال لي شيء ولا قط صولت عن شيء، من جانب لم يتم الاعتراف بملاحظتك، ولكن تم الاستفادة منها في النهاية. وهذا هو المهم في الدرجة الأولى. أنت لديك ملاحظات كثيرة في موضوع الشوارع بالتحديد، خاصة على علاقة بالذاكرة، خصوصا فيما يتعلق بالشوارع الأربع المسماة على الخلفاء الراشدين. صحيح، أذكر أن هنالك بعض الملاحظات لديك في هذا الموضوع. هو قاعد بصفة عامة، الذاكرة بصفة عامة كانت فيه أمور كانت يلا تحفظ من مذالها، وأعتقد وعندي قاعد هنا مقرر قطع عدد وزارة الثقافة 78 فيه بعض المعالم اللي ما يلا تمتس معالم الذاكرة لنواكشوط. يا غير الغريب في الأمر قضية الشوارع، لأن اللوحات انتزعت كاملة وانقلعت، ولاني تكسر ضاع ينقلع على يطيح اللوحة ولا تات تجبر، وهذا طرح مشكلة. رأيك أن هذه الشوارع ربما هي من ضمن شوارع أخرى تمثل الشوارع اللي كانت رئيسية في العاصمة المشطوطة، هي مجهولة الآن، يعني هي ما هو السبب في أنها غير معروفة؟ الغريب هو ده، يعني لماذا البلديات أو المجموعات الحضرية تتجاهل اللي كان موجود؟ لماذا ما تحينوا؟ هي عندها شيء كان مجهول، أنا متعجب منه، لماذا ما تحينوا؟ ولماذا تحاول كل مرة في محاولات، من المحاولة الأخيرة كانوا له يقضوا على شارع أبو بكر وعقبه أبو بكر الصديق، وعقبه الحمد لله توقفوا عنها وعدلوا قبضوا الشارع من دونه أراه أصلا هو اللي كان مسمي على زين العابدين، وعاد يحمل شارع محمود باع. الغريب عنها هي هذه الشوارع اللي ما يعرف هي قريب من 63 شارع فيها المجاهدين وفيها الأمراء وفيها رجال السياسة وفيها رجال الدين. لكن عندك أبو بكر بن عامر، وعندك يوسف بن متاشفين، وعندك الشيخ ملعيني، وعندك الشيخ محمد المامي، وعند مراب سيدي محمود، ومحمد فالو المتالي، سيدي عبد الله الحاج إبراهيم قاري، هاي الشوارع موجودة كاملة، موجودة عند ناصر الدين، وعندك بالمقابل في كابيتال، هذا راهم كثير جدا كانوا في الإقصار، بالمقابل في كابيتال عندك دوغول، عندك لومامبا، عندك غاندي، عندك كينيدي، شارل دوغول سميته. متى تعتقد أن هذه الأسماء فعلا السنوات التي بدأت تسقط فيها من الذاكرة؟ هي قاعد ما ظهر فيها واحدين قاعد ما واعرهم تلاقوا سقطوا من الذاكرة. الشوارع الأساسية ما واعرهم تلاقوا سقطوا من الذاكرة، بها اللي فات سكنت في الذاكرة، جمال عبد الناصر ودوغول وكينيدي، وهذه الشوارع حتى لو تم تغييرها ما كم عدد الشوارع القديمة؟ ربما عشرات من الشوارع القديمة، وكم تبقى منها؟ 63 تقريبا، واللي بقى من الشوارع مازال عليه لوحات قليل. بقى شارع محمد الحبيب مازالت عليه اللوحة، بقى بهنون والبوسيف عليه لوحة مجورة من التسعينيات، وقلبوا القادبات هذا عليه واحدة من التسعينيات، هنون والبوسيف والعساس عليه مازالت خارجة، بكاري ماغا مازالت خارجة، لوحة مازالت موجودة، كندي مازالت إلى اليوم موجودة، دقول مازالت موجودة، عبد الناصر مازالت إلى اليوم موجودة، في الإقصار سيدي عبد الله الحاج إبراهيم، محمد فهد المتالي، الشيخ سيد المختار أظن، الشيخ سيد المختار مازالت موجودة، و ناصر الدين يتالي منهم، ودق وهدم المكان وعثرت عليها 6 أشهر بعد بصيت عليها حد وجابها لي. ربما موضوع الشوارع أخذ وقتا من المقابلة، ولكن أيضا أنت لديك مكتبة مهمة جدا تحتوي على الكثير من الوثائق المهمة، وربما المنشورات والكتب حول موريتانيا.
حدثنا قليلا عن هذه المكتبة. المكتبة كيف قلت لكم وكيف دائما نقولها تراكم، ما هي رواية جديدة، وعدلت على عقود من الزمن بيلي حكمنا خرجت مع الوثائق ومع الكتب. الوالدين رحمة الله عليهم من الجهتين كانوا مهتمين بالوثائق، خاصة العقود والأمور كاملة اللي تتعلق بالكتابات بين الناس، كيف عقود الشراء، عقود البيع، عقود الزواج. إذا بدأت بعد قاع فكرة حفظ ذاك النوع من الوثائق، وتميت شيئا فشيئا الدانج مع ذاك كامل اللي يتعلق خاصة بالبلد ومحيط الصحاري. واستعنت والله بعض خبرتي المهنية خاصة في الإدارة، عانتني فعلا أني نعود بصفة منهجية نوثق اللي حصلت عليه كامل. وسافرت إلى الخارج، مضيت أكثر من 17 سنة لله الحمد في عدة دول أجنبية، السفارات الموريتانية، وعاني ذاك على مستشارا لشؤون المالية، وعاني ذاك على اكتساب كل ما يتعلق بالبلد من قريب أو من بعيد، سياني تاريخ وسياني جغرافية والله إثنوغرافيا، وجلبته هون وتميت نحصله. أنت أيضا مهتم بجمع بعض الأشياء القديمة ذات الطابع التقليدي؟ طبعا بالطوابع البريدية وبالأوراق النقدية وحتى الحجار، حتى شيء كامل يتعلق بالبلد. لا أمور غير، هي لا هواية، ما هو بعد اختصاص، لا هواية. هل تعتقد أننا سواء على المستوى الرسمي أو ربما حتى على المستوى المدني، المجتمع المدني ومستوى النخبة، وصلنا إلى مرحلة نفهم فيها قيمة الذاكرة، أم أن الوقت لا يزال مبكراً على ذلك؟ سؤال مهم وصعب الإجابة عليه. أنا بعد ما نعرف ظاهر لي أن الذاكرة في البلد ما زالت تتطلب الوقت به، للناس قاعد في الظاهر يعلنها ياسر، الناس يعتبروا أن لقاش واحد إذا قاعد متخذل، هو بالنسبة له متخذل والله مجنون والله، يعني ما هو واحد في يوتيوب. هي الفكرة اللي عند ياسر الناس، لأن حد كان الواحد ذا أنا ما فارغ شغل كيف يقول، ما نعرف إن شاء الله فيه بعد فيه ناس يحفظوا، فيه بعض المجموعات وفي التشارت قاعد بعضها وعندهم مكتبات وهذا مهم عندهم. يا غالب لاحظت بعد علم الناس كامل اللي تمشي الشارع الخارج وتوت شهر تو تشرب زمن، عندك أكثر ارتباط بالبلد من الناس اللي في البلد. بهاللي نجي للخارج وتشوف ذي اللي فهمات إياها، خاصة إن هو تحد زمن يقول إحنا ما لنا ما نعود كيف فعل، والله إحنا ما لي ما نرتاح. خصوصاً أثناء زيارة المتاحف وأماكن الاحتفاظ بالأشياء القديمة. يرتبط مثلاً يعود ارتباطته ببلد، يقول أنا مولي هم تمنك بعض شيء من روايات بلدي ونجيبهم ونعتوه ونعدل بيها. عاد به متحف داري هو. انا مثلا في السفارات سافر معايا هذوك هذاك الطرف، هذاك الشقاب الصغير، هذاك الشقاب سافر معايا في جميع السفارات، وكنت دائما استعان به في خارج معرض عن موريتانيا، معرض ثقافي وضع هذا، ويجي الناس تمشي بجمل وعليها الشقاب وعليها هذا الله، لانه دائما الاشياء اللي مهمه ويعطي الناس تهتم بها. لو طلبت منك استشارة، ما الذي يمكن فعله الآن قبل غد في موضوع الذاكرة، بماذا تنصح؟ يعني أنت عملت في هذا الموضوع لوقت طويل جدا. أولا نقول بعد قاعد أن الحفظ لا بد له من الاستقرار، لا بد له مستقر ما يقدر يتحول. مثلا بالنسبة للهيئات العمومية، يعني فهم متحف ما يقعد يعود عندها متحف تقدر تم تحوله كل مرة والله تعود مكريال دار، يلا يعود متحف مخصص المتحف والمقتنيات اللي فيه واللي فيه كامل، يلا يحرك من بدو، يلا تعود مأطر. تشير مثلا إلى حادثة حصلت في هذا الإطار، يلا يعود مأطرة ومد. سمع ثلاثة مرات عن مقتنيات المتحف الوطني، تم هناك عرض وتمت هناك
معرض ربما أو معرض أو شيء من هذا القبيل، وهم حولوا جميع المقتنيات حتى يعني تقصد أنه تمت تظاهرة داخل المتحف وتم نقل المحتويات من مكان عرضها إلى مكان آخر. هذا ما يتوسع إذن ظاهر يعني النمو نبدأ بشوي من الاستقرار وتكوين الناس الموجه عليه، تكوين الناس عليه. المتحف الوطني الجمعاتيه يجي يوم السبت ويوم الاحد الحقوقه، بينما المتاحف العالم تفتح يوم السبت ويوم الاحد. المتحف الوطني يلي تم تجاب المدارس ويلي تم يتم مدي يعني تنظيم زيارات للطلاب الى المتحف، تنظيم زيارات ويتم مدي وخلص ما عنه لا تشوتوه هكذا، هذا خلاص ياك الذي يجبر من المداخل قد يعدل بيشيل الصيانة التراث ويعرض عنهم اللي هناك متاحف جهوية. أنا ما ماني عارف متاحف جهوية في المدن القديمة كيف طارة وشنقيطي ولا ربما هنالك مبادرات شخصية من أفراد الجماعة، كثيرة مبادرات شخصية ماني عارف، كثيرة مبادرات شخصية وصعب هم اللي أهلهم اللي راهم هناك يعانوا من ياسر بهم اللي ما هو من السهل أنك تحتفظ بالنوع من الأمور، لابد مثلا عندك حارس ولا تفضل عندك وتعود انت مالي مكون ذل في ياس من الحالات ما عندك تكوين ويعود يعود عندهم يصير مكونين بها الوريش يعود دائما هنا فيها. هل تعتقد ان غياب الاهتمام الكبير بالذاكره على مستوى على جميع المستويات ربما يسيء الى وجه العاصمه نواكشوط، يسيء الى تاريخها؟ طبعا وما الذي قد يتسبب فيه مثلا؟ اليوم يجي حد منين له يقيس؟ إذا تسول عن المدينة القديمة، المدينة القديمة وين؟ ما تتخاقي مدينة قديمة؟ ما تتخاقي، بينما المدينة القديمة كانت يلا تعود لدو آليك اللي كانوا فيها مكاتب رئيس الوزراء السابق المرحوم مختار الدادة، ما زالت فيها إلى الآن مكتبه إلى الآن راهو فيه غسال، هذا ما يتواسى، كانت هاي المدينة القديمة، ولو عادوا ساكنين موظفين يقدروا يبقوا فيها يا غير ترمم. وقاعد الهش تزي وندرق عليها ما قاعد ندرق عليها حاجه وتم الناس تدخل وتسدر فيها على الاقدام، هذا عادي في العالم كامل. وتحطيم مثلا الاماكن القديمه ما يتواسى بكنت به اللي شي كان قديم خلي عنك غير بنشي في زرو والله بنشي بعيد منه. لان نعطيك مثال فين ديك لاكارت بوستال ديك بوغاندا، شوف هذا كاتيه، انا راكم تذكروا هذا المجسم تذكروا ايه ما تلخال اليوم هذا كان احد صندوق الوطن، صندوق الوطن الدولي الاجتماعي. هذا المجسم لا يعود انا عقلت عليه هو قطعا من السبعينيات. بشكل مختصر يعني وفي كلمه اخيره يعني ما الذي تقوله في موضوع الذاكره كشخص اشتغلت فيها لزمن طويل؟ انا لا نقول على ان الذاكره مهمه لتكوين مثلا الجامعة بصفة عامة، لأنها ذاكرة التراث أنها مهمة جدا، وعلنا رياضة تنصان ورياضة تحفظ ورياضة غير موجود منها يعدد بشرط يحفظ للأجيال القادمة قد يعود طال ما هو لاحق ذاك يا غير لا يتم توه هناك يبقى مهما على كل حال. بالليل يقول لك دويره والله دويره صغيره ايش فيها الفايده؟ هي دويره حل دويره صغيره وكذا غير كاسه كيف فهم يا غير نعدلوا راها اخرى دار كبار من هو زين نعدلوا يعني كما يقال أن كل شيء يحتفظ بجزء من التاريخ. نختم مع هذه الفكره الاخيره مشاهدينا الكرام، بهذا ننهي هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم على المتابعه والى اللقاء.